السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب الصف الخامس؟ الحصة السابقة يا خامس تناولنا درس الكتابة اللي هو بعنوان عن الألف اللينة، وحكينا إنه الألف اللينة هي ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، وتناولنا قاعدة الألف اللينة بالنسبة للأسماء والأفعال الثلاثية، وحكينا لكم إنه الألف اللينة بتيجي على صورتين، إما ألف قائمة أو ألف إيش أو ألف مكسورة. ولمعرفة أصل الألف اللينة نأتي بالمضارع من الكلمة، سواء كانت الكلمة عندي اسم أو فعل نأتي بالمضارع منها. إذا كان أصلها واو فإنها تكتب بالماضي على صورة ألف قائمة، وإذا كان أصلها ياء فإنها تكتب على صورة ألف إيش ألف مكسورة. وحكينا لكم معنى الثلاثي، يعني المكون من ثلاثة أحرف. افتح لي الكتاب صفحة 66، خلينا نشوف الأمثلة الموجودة أمامي. علا طالبة نشيطة، سمى المؤمن بأخلاقه نمى الزرع. بنلاحظ انه موجود يا خامس عندي كلمات، هاي الكلمات ثلاثية، في اشي منها اسم واشي فعل. الان علا اسم، بينما سما ونما فعل ثلاثي، وعلا اسم ايش؟ اسم ثلاثي. طيب الان وين الالف اللينة؟ علا الالف اللينة كتبت على صورة الف قائمة في علا وسما ونما. لماذا كتبت الالف اللينة هون على صورة يا خامس الف قائمة؟ احنا حكينا بنجيب المضارع من الكلمة. الآن علا اسم، شو المضارع من هاي الكلمة؟ يعلو. سما فعل المضارع منه يسمو، ونما المضارع منه ينمو، المضارع من الكلمة. طيب بما انه عندي خامس المضارع تبين عندي انه شكل اصل الالف اللينة واو، لهذا كتبت على صورة الف قائمة. وفي سما بما انه تبين عندي انه اصل الالف اللينة واو عن طريق المضارع من الكلمة، لهذا كتبت في الماضي على صورة الف ايش؟ على صورة الف قائمة. نما بما انه تبين عندي انه اصلها واو في المضارع، كتبت في الماضي على صورة ألف قائمة. طبعا هاي كلها بسميها ألف لينة، سواء كانت قائمة أو إيش أو مكسورة. إذا عرفنا أصل الألف اللينة عن طريق الإتيان بالمضارع من الكلمة، سواء كانت الكلمة اسم أم فعل. إذا كان في المضارع واو راح تكتب بصورة ألف قائمة، وإذا كان ياء راح تكتب على صورة ألف إيش مكسورة. خلينا نشوف الأمثلة في المجموعة باء. هدى فتاة مثالية، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم. بنى جاري بيتا جديدا. الآن بنلاحظ إنه في عندي مجموعة من الكلمات، هدى اسم، وقضى فعل، وبنى فعل. بنلاحظ هاي الكلمات الموجودة عندي كلها ثلاثية، يعني ثلاثية يا خامس، يعني مكونة من ثلاثة إيش؟ من ثلاثة أحرف. الآن هدى، لو سألتك لماذا كتبت الألف اللينة مقصورة، شو راح تحكي لي؟ لأنه مضارع هدى يهدي، تحكي لي لأنه مضارع هدى يهدي. بما إنه أصل الألف اللينة ياء راح تكتب على صورة ألف إيش؟ ألف مقصورة، لهذا كتبت على صورة ألف إيش؟ مقصورة. قضى راح تحكي لي المضارع منها يقضي، بما انه اصل الالف اللينة ياء، لهذا كتبت في الماضي على صورة الف ايش؟ على صورة الف مكسورة، قضى يقضي. بنى راح تحكي لي الدليل انه مضارعها يبني، بما انه اصلها في المضارع ياء، كتبت في الماضي بنى على صورة الف ايش؟ الف مكسورة. إذن الكلمات في المجموعتين ألف وباء اشتملت على ألف لينة، بس الألف هون اللينة على صورة ألف قائمة، وهون على صورة ألف إيش؟ ألف مكسورة. ألف قائمة وألف إيش؟ وألف مكسورة. الآن خلينا نشوف التدريبات صفحة 67. نشوف السؤال الأول: أكمل الفراغ ب، رح نكمل بألف لينة إما قائمة أو مكسورة زي ما حكيت لكم في أواخر الكلمات في الجمل الآتية. ألف: قضى القاضي بالعدل،
قضى القاضي بالعدل. شو راح أعمل يا خامس؟ أول إشي راح أجيب المضارع من قضى، اللي هو المضارع منها يقضي. المضارع من قضى يقضي، بما إنه في هون عندي ياء معناته راح تكتب بالألف في الماضي بالألف المقصورة قضى، راح أكتبها بهذا الشكل لأنه جبت المضارع منها يقضي، فراح تكتب على صورة ألف إيش؟ ألف مقصورة قضى يقضي. الآن في عندي باء، جنى الفلاح الثمار. جنى الفلاح الثمار، الآن هون جنى هي فعل ماضي، ممكن تيجي اسم ممكن تيجي فعل حسب يعني وجودها في الكلام. مثلا جنى طالبة مجتهدة هاي اسم، أما جنى الفلاح الثمار بمعنى أنه قام بعمل، بمعنى العمل. الآن عشان أعرف شو أصل الألف اللينة راح أجيب المضارع من جنى يجني، بتبين عندي أنه أصل الألف اللينة ياء، بما أنها ياء راح أكتبها في الماضي على صورة ألف مقصورة، صارت جنى. رسمت رنا علم بلدنا الغالي، رنا الآن اسم، رنا اسم، راح أجيب المضارع من الكلمة، إحنا قلنا سواء كانت اسم أم فعل. شو مضارعها؟ مضارعها يرنو، بما إنه تبين إنه أصلها واو معناته راح تكتب على صورة إيش؟ ألف قائمة. رسمت رنا علم بلدنا الغالي. السؤال الثاني، هات الفعل الماضية للأفعال الآتية. موجود عندي أفعال مضارعة، أنا راح أجيب الفعل الماضي منها. ها كلها اللي موجودة عندي يا خامس أفعال مضارعة، راح أصيغ الفعل الماضي منها. طبعا الهدف من هذا التدريب إنه في ألف لينة، طريقة كتابة الألف اللينة عند صياغة الفعل الماضي. الآن يجري فعل مضارع، في عندي ياء هون معناته في الماضي، جرى راح تكتب الألف اللينة مقصورة، ماشي. الآن يحبو في الماضي، بما إنه في المضارع في هون عندي واو معناته راح تكتب بالقائمة، راح تصير إيش؟ راح تصير حبا. راح تصير حبا، راح أكتبها بالألف القائمة. ينوي، بما إنه في هون عندي ياء معناته راح تكتب نوى بالألف المقصورة، راح تكتب نوى بالألف إيش المقصورة. يعني يا خامس إذا كان عندي في الفعل المضارع هون ياء في الماضي راح تكون ألف مقصورة، إذا كان واو في الماضي راح تكون ألف إيش؟ ألف قائمة. طيب الآن يرمي، بما إنه في هون عندي ياء على طول في الماضي راح أحطها ألف مقصورة، راح تصير رمى. يعفو، بما إنه هون في واو في الماضي راح تكون قائمة، عفا. يدنو نفس الشيء، بما إنه في عندي واو راح تكون في الماضي بالألف القائمة وراح تصير إيش؟ وراح تصير دنا، ماشي. طيب الآن في عندي التعبير، مش كتابة موضوع راح يكون خامس، التعبير في عندي مجموعة من الجمل، راح أكون فقرة عن أهمية الاتحاد والتعاون. كيف راح تعملها؟ راح أجيب الدفتر وتحط العنوان أهمية الاتحاد والتعاون، هاي العنوان راح يكون أنا زي الموضوع، بس راح أكتب فقرة واحدة. الفقرة عندي مجموعة من الجمل راح أرتبها عشان أكون هاي الفقرة. إذا العنوان أول شيء راح أكتبه أهمية الاتحاد والتعاون، راح أبدأ أول سطر في الصفحة راح أترك فراغ بمقدار كلمة وراح أبلش من هون. الآن في عندي مجموعة من الجمل رتبها عشان تكون فقرة. أول إشي، أقيمت مسابقة عرض مسرحي بين فريقين، أما أعضاء الفريق الثاني فقد اختلفوا على الأدوار. قسم المعلم الأدوار بين الطلبة، وافق كل عضو في الفريق الأول على دوره. كان أداء الفريق الثاني فاشلا، فاز الفريق الأول بالمركز الأول. بالمركز الأول، قال المعلم للفريق الثاني: هل عرفتم فائدة الاتحاد ومساوئ الفرقة؟ بدك ترتب لي إياهم على أساس تكون لي فقرة، لا تزيد إشي، هي موجود أمامك بس رتبها. طبعا راح تحط بين كل جملتين علامة ترقيم الفاصلة، مثلا كتبت أنا هاي الجملة راح أحط فاصلة،
واكتب الجمل بعديها. الآن في النهاية بعد ما انتهي شو راح احط يا خامس نقطة؟ النقطة بتدل على اني ايش انتهيت، راح احط نقطة. ماشي، اذا هذا راح يكون معكم ايش واجب. الحصة القادمة ان شاء الله راح اتناول المحفوظات اللي هي بعنوان دعوة الى الوحدة. يعطيكم العافية.